أعلن مسؤول فرع أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي قادر بدأ إجراءات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في 12 من أيار الماضي من قبل موظفي مكاتب مفوضية الانتخابات فقط. وأوضح قادر أنه يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضا في حال تطلب الأمر ذلك. وأضاف قادر أن القضاة يقومون بالإشراف على عمل المفوضية، لكن مسؤولي المكاتب لم يتركوا أعمالهم، ونحن بانتظار قرار الجهات العليا لحسم الأمر.